المنتدى بستان عطاء وواحة خضراء، رواده نخبة وأعلامه قدوة. المنتدى الثقافي يكبر بمثقفيه ويغتني بمشاركيه، فأهلا بكم جميعا. قصتنا اليوم مع الهيكو قصة جديدة، فالهيكو هو قصيدة قصيرة تعبر عن تماهي الشاعر أو عن تماهي الشاعر مع الطبيعة والذوبان فيها والقبض على اللحظة، كما شبه الهيكو بالوهج الذي وصل الساحة الأدبية العربية مبكرا عام 1960 على يد الأديب السوري محمد عظيمة المقيم في اليابان. ومن نماذج قصيدة الهيكو نموذج قصير يقول: أيها العنكبوت الصغير، هل سيمتد بك العمر أكثر مني؟ جنده الحقل يحرس البيبر، ليل بارد، النسر يحلق فوق المراعي الخضراء، جناحاه أفق، بركة صافية العصافير تحلق في الأعماق. انتهت القصيدة، لن أزيد لأترك الكلام لصاحب الكلام للأستاذ المصري الركابي، أعانه الله على إفهامنا راجيا منه أن يتكلم بالعربية وليس باليابانية. إذن المنبر لك، تفضل.